خليني أخدك أيضا على منتج مصري بس في إطار تقرير. إنتاج مصري خالص صنع في مصر، بنسلم عربيات نقل المخلفات اللي بتنتجها الهيئة العربية للتصنيع لوزارة البيئة. يعني بدل ما كنا زمان بنستورد النوع ده من العربيات، بقينا بننتجه عندنا في الهيئة العربية للتصنيع وبنسلمه للوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بذلك في الحكومة. بدأنا نسلم لوزارة البيئة. عايز تعرف أكتر؟ تعال نشوف التقرير. الحقيقة احنا لينا دور كبير أوي الحمد لله في هذا، في هذه المنظومة، منظومة النظافة ومنظومة المخلفات الصلبة بصفة عامة، من إنشاء محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية. والعربيات اللي هي في الخلف دي، دي العربات الوسائل اللي احنا بنجمع بيها المخلفات. فاحنا النهاردة الحمد لله بنحتفل بتسليم الدفعة الأخيرة من هذه المعدات، سواء عربات أو لوادر، وإن شاء الله دي تنزل المحافظات على طول تدعم منظومة النظافة في كافة محافظات مصر. احنا موجودين النهارده في توزيع المعدات اللي هي مقدمه كدعم من وزاره البيئه لمنظومه اداره المخلفات البلديه الصلبه، وبنستخدم المعدات ديت في اداره المدافن الصحيه. اداره المدافن الصحيه هي تم تصميمها على احدث مستوى بحيث تتلائم مع الطبيعه المصريه، بالاضافه ان اتحط طبعا كل المقاييس لطريقه التشغيل بتاعت المدافن ديت، من حيث تغطية المخلفات ودكها وفردها وسحب سائل الرشيح اللي بينتج منها وسحب الغازات برضو اللي بتتولد منها وسحب الغازات وتوليد طاقة كهربائية من الغازات دي. فاحنا النهاردة موجودين في توزيع المعدات ديت اللي برضو هيستخدمها القطاع الخاص لما هيدخل في عقود تشغيل البنية التحتية لمنظومة المخلفات. فالمعدات ديت تعتبر دعم مننا للمحافظات كلها للتشغيل السليم للبنية التحتية. يا جماعة ده الله أكبر ما شاء الله، يعني في يوم خبرين تصنيع، أبقى أسعد أكتر من كده إيه؟ أبقى أسعد أكتر من كده لما هيبقى فيه 3 و4 و5 و6 و10.